الشارع ما هو طمع في كراسي له نشيد حقوقي لرجل سياسي في زمان الغدرة ولغة تخطى راسي قالوا له يا المواطن أركح لا تباسي شد صحيح دموعه عالخد تواسي باش أنا تونسي وسط العالم نرفع راسي الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد دمو السلب باش تنظف هالبلاد مش اللي قتلوا يرجع يحكم في العباد ما تتمنى تسقط دولة الفساد يوفى الظلم يوفى الاستعباد فينا الشهيد ودفنا معاه الحلمة اليوم رجع الخوف واتحبست الكلمة الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد الأخبار أمه تبكي في الكياس الدنيا فاتت ودع فعز الناس قالت ولد صغير مفرحش كيف اندادو حلمت نعرس له ونربي لولاده بو فرحان ولده ضحى على بلاده دمه سال في أرض أجداده الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد زعم الشعب اليوم يفكر الشهيد لعطانا مل باش نعيش نهار جديد ضحى بروحه باش الشعب يعيش سعيد نعيش حرار بعد ما عشنا عبيد ضحى بروحه واخزر لبعيد باش راية البلاد تعلي وتزيد الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد